اثنين لاستضافة أمين بغداد صابر العيساوي جاء بطلب من قبل عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي. مواضيع الاستضافة بحسب الشهيلي ستناقش شح المياه في العاصمة بغداد، فضلا عن تصريحات الأمين بأن العاصمة مخدومة بالكامل. سوف تكون الاستضافة بسبب الأزمة الكبيرة التي تحدث في بغداد بسبب شحة المياه الموجودة في المناطق التابعة لأمانة بغداد. هناك نسبة ثلث سكان بغداد تعاني من شحة المياه. السيد أمين بغداد قال في استجوابه أن هناك انتهاء لأزمة المياه سوف تكون يوم 1/10 من هذه السنة على اعتبار أن مشروع ماء الرصافة. تفاجأنا بأنه بالتقارير الأخيرة لوزارة التخطيط تثبت أن مشروع ماء الرصافة لم ينجز منه إلا 45%. ذلك أنا أعتقد هذه أكبر الملفات فسادا. أمانة بغداد من جهتها نفت أي تقصير في إنتاج المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أن ما تنتجه يغطي حاجة العاصمة، عازية أسباب نقص المياه في بعض المناطق إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منظومات الضخ، إلى جانب التجاوزات على شبكة المياه والإسراف المتعمد من قبل بعض المواطنين. أمانة بغداد من حيث إنتاج الماء الصالح للشرب الآن تنتج أكثر من 2,650,000 متر مكعب، وأعتقد هذه الكمية من الماء تكفي لعشر ملايين شخص، لا تكفي إلى 7 ملايين. فبالتالي الموضوع هو ليس قصر في الإنتاج. وبحسب الأمانة فإن العيساوي لن يتخلف عن حضور جلسة الاستضافة لتوضيح ما يطلب منه بشأن ملف المياه، فيما يعول القائمون على الاستضافة في أن يكون سندا لملف سحب الثقة عن الأمين، والذي لم يحسم منذ استجوابه في تشرين الأول من العام 2011. إدريس جواد، السومرية.